ويا مساء الخير على جيش كوين فري. موقع النهارده الربح فيه سريع قوي ومغري جدا، فلازم تاخد بالك يا ابو الصحاب. المواقع اللي زي كده ممكن تقفل في اي وقت. انا هنا بشرح تجربتي الشخصيه، اي حاجه تعملها لازم تكون مستعد لها وتعمل بحثك كويس. قبل ما نشرح فيديو النهارده خلينا نوزع هديه الصباح. فيديوهات الاستثمار احنا عارفين بنوزع فيها 20 دولار على 4 اعضاء، كولادو بياخد 5 دولار، ودي الاسامي حضرتك اللي ظهرت في فيديو النهارده. لو اسمك فيهم مبروك على حضرتك. والفيديو ده برضو نفس الكلام، بنختار منه 4 اعضاء وبينزلوا في الفيديو الجديد. يلا بقى اشرح لك، ما تنساش تعمل لايك وتعالى اشرح لك. بيفتح معاك يا ابو الصحاب موقع زي كده، طريقه التسجيل اللي احنا عارفينها وحفظناها لان احنا بنشرحها كل يوم. تقدر تسجل بجيميل او برقم تليفونك، بتكتب هنا جيميلك او رقمك وبعد كده الباسورد مرتين ومبروك عليك كده، خلاص عندك حساب في الموقع. طيب بتسجل ازاي وبتعمل ازاي؟ طريقه التسجيل خلاص عرفناها، اول ما بتسجل بتاخد 100 دولار مجاني. عفوا، هيقول لي عم احمد دلوقتي عايز اسحبها. اقول لك حضرتك مش بتتسحب، دي للناس اللي بتشتغل بس، للناس اللي هتشتغل في الموقع. وعندك هنا طبعا اداء وعندك هنا سحب، وبتلاقي ال 100 دولار موجود عند حضرتك. ال 100 دولار اي حد هيسجل هياخدها، ولكن مش هيستفاد بيها غير للناس اللي هتشتغل فقط. اول باقه 2 دولار 63، ثالث باقه عفوا 65، وهنشوف الباقات دي كلها دلوقتي مع بعض بالاستثمار. ولكن لازم تبقى عارف كويس جدا، زي ما قلت لك الربح هنا مغري جدا، فلازم تبقى واخد بالك يا ابو الصحاب. طيب لو لقينا هنا مثلا سعر الباقه 110، طب امال ازاي يا عم احمد انت بتقول 100 دولار موجوده هديه؟ ما هو انت حضرتك لو دوست على الباقه هتلاقي سعرها 10 دولار فقط، لان انت عندك 100 وهي سعرها 110، فانت عندك 100 هتبقى سعرها فقط 10 دولار. نفس الكلام برضو على الباقه الثانيه بيكون 66، انت لو دوست على الباقه كده بيظهر لك القيمه بتاعتها انت هتشتريها بقد ايه. فاتفقنا سعر الباقه الاولى 10 دولار بتكسب لحد 959، ولكن كل يوم بتكسب 2 دولار 63 سنت، ده اللي بتسحبه كل 24 ساعه بمجرد ما بتسجل يا زميلي. ثاني باقه ب 66 وبتكسب لحد 6000، ولكن كل يوم بتسحب 17 دولار و90 سنت. يبقى عرفنا ده الربح الكلي بتاع المجموع، وده طبعا الربح اليومي اللي انت بتسحبه، وهكذا. شوف بقى الباقه المناسبه لحضرتك، وانا هنا بشرح تجربتي الشخصيه، فشوف انت الباقه المناسبه لحضرتك ايه، وطبعا كل حاجه بتكون على مسؤوليتك الشخصيه. ليه بقى بنبهك كتير؟ لان الربح اللي زي كده ممكن واحد يشوفه يطمع يقول لك هخش اكسب على طول، وممكن الموقع يقفل وممكن يكسب فعلا، فلازم اقول لك التحذير وانت حر بالصحاب. عملة الدولار اللي هتدخلها في الموقع او اللي هتسحبها من الموقع بتكون عملة الدولار على شبكة ترون TRC20، ولازم طبعا بعد ما تدخل الموقع او تدخل فلوس في الموقع بتيجي هنا في الاسفل تقول له انا دخلت الفلوس. تلقائي تلاقي حضرتك عندك الباقة مفتوحة عندك او باقة الاستثمار اتفتحت عند حضرتك. يبقى كل 24 ساعة بقى نعمل اللي احنا هنعمله من دلوقتي، هنخش على المهام بتاعت حضرتك 24 ساعة، يعني النهاردة هنعمل نفس الكلام وبرضو بكرة هنعمل نفس الكلام لحد بقى ما الموقع يقفل احنا وحظنا. دي بقى طريقة الربح يا ابو الصحاب. الموقع بيتجدد كل 24 ساعة، وعندي مهمة واحدة، سعر المهمة 415 دولار. هدوس كده على المهمة، بمجرد ما بدوس على المهمة خلاص كده انا كسبت 415. نفس الكلام بكرة وهكذا. ده طبعا بيطبق على كل الباقات، يعني باقة مثلا 2 دولار 63 نفس الكلام. هنروح دلوقتي بقى نسحب الرصيد بتاعنا، هنروح دلوقتي على تخريج الفلوس من الموقع، هنوديه على محفظتنا على اي مكان يعجبك. اول خانة هما بيكونوا 3 خانات، اول خانة بتكتب العدد اللي انت هنسحبه، تاني خانة بتجيب المحفظة اللي هنسحب عليها، وتالت خانة الباسورد اللي احنا عملناه اصلا واحنا بنسجل. يبقى هنعملها مع بعض دلوقتي. ادي الباسورد، وادي هنا 415، سيبك من 40 سنت دلوقتي، وهنروح دلوقتي على المحفظة بتاع تورست والت، هنجيب منها العنوان. مش لازم تسحب على تورست والت، تقدر تسحب على اي منصة او مكان يعجبك. هناخد العنوان من هنا وهنرجع مباشرة هنحطه في الموقع، خلاص هو كده اتحفظ في الموقع. تاني يوم مش هتجيبه، هتلاقيه موجود العنوان، هتكتب بس العدد والباسورد وتسحب على طول. الكلام ده بيتعمل كل 24 ساعة. طيب السحب بيوصلك في قد ايه يا ابو الصحاب؟ فالمعتاد المواقع اللي زي كده بيكون السحب اصلا موجود في الموقع. يعني ايه يا عم احمد؟ بمجرد ما بتدوس ليه بيوصل مباشر، ولكن طبعا على حسب المنصه اللي بتستقبل عليها. ولكن اضرب مثلا 3 دقايق لحد 7 دقايق هتلاقي الرصيد موجود عند حضرتك. طيب بالنسبه هتستفاد من الموقع ده ازاي لو هي مثلا بتشتغل؟ في 3 مستويات تقدر انك انت تستفاد بيهم، اللي هي ربح الاحالات، الناس اللي بتعمل احالات. وادي طبعا حضرتك عندك السحب وصل، تقريبا ما خدش دقيقتين او نص دقيقه اصلا وانا
بشرح لك. هنخش دلوقتي نتأكد من السحب، وزي ما قلت لك طبعا بيوصل في نفس الوقت، ولكن المشكلة ممكن مثلا لو سحبت على باينانس او بنانسي بيوصلك الرسالة، وعشان يتأكد بيحتاج 7 دقايق، عشان كده قلت لك اضرب لنفسك 7 دقايق بس يا صحاب، عشان زي ما قلت لك هتشتغل في الموقع او هتكسب منه بطريقة انك انت تعمل احلال، تقدر انك انت تعمل لحد 3 مستويات. ولحد كده انا شرحت لك كل حاجة على الموقع. وبالنسبة لتوزيع الهدايا زي ما احنا قلنا، الفيديوهات الاستثمارية بنوزع $20 بدون اي شروط او مهام، بنختار الاعضاء من هنا، و4 اعضاء كل عضو فيهم بياخد $5، واسامي الاعضاء بتنزل في الفيديو الجديد، بتكون في اول دقيقة كمان، عشان لو انت مش عايز تكمل الفيديو تشوف اسم حضرتك موجود مبروك عليك، مش موجود بتستنى اللي بعدها، مش لازم انك انت تستنى الفيديو. لحد كده شرحت لك كل حاجة، ما تنساش تعمل لايك، ونشوفك في جديد على كوين free.